ازيكم عاملين ايه؟ ده محمود اوكي وده عبد الله الدرون اوبريتور. احنا رايحين الشلاحات ثالث مرة ولا تاني مرة؟ تاني مرة. ربنا يستر بقى ما نبقاش ما نقعش في المرة زي المرة اللي فاتت. اوكي على فكرة يا جماعة اشتغل معايا في الصلاة هي الحياة، واشتغل معايا في سي فيو برضه المرة اللي فاتت، واشتغل معايا في كونتيننتال سكول. بس الكلام ده زمان قوي، فهو على طول معايا من غير ما هو صاحبي اصلا بقاله بتاع 15 سنه ولا حاجه. عبد الله بقى اشتغل معانا في سي فيوز دي المره الثانيه ان شاء الله. دعونا بقى يا جدعان علشان احنا قلقانين بصراحه، ربنا يسترها، خايفين نروح الشلاحات زي المره اللي فاتت. يلا بينا ولا ايه؟ نجرب الطيارة يا جماعة. دلوقتي احنا بنجرب الدرون انه يطير فوقينا واحنا نبقى ماشيين بالعربيه. ربنا يستر. جاهز يا عبد الله؟ وصلنا اخيرا الشلاحات، اهلا بكم في الشلاحات، شلاحات سي فيو. بس ايه الاخبار باشمهندس فرج يا باشا؟ ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. هو اصلا اسمه فرج يا جدعان؟ ما اعرفش. طب كويس والله، في نفرين هناك وهو بيشتغلوا. ندخل بقى يمين احنا ولا ايه؟ يمين. مش من المبنى الاداري اهو. اه احنا يمين بتاعي. ايوه مبنى اداري ده. انا فاكر مين هو ده الدور بتاعك. السلام عليكم. هو باشا المبنى الاداري ورا صح؟ اه المبنى الاداري هناك. يعني الدخله اللي هي اليمين دي صح اللي فاتت؟ تسلم يا باشا. شكرا. اتفضل. اتفضل يا ابو شاه. ربنا يبارك لك. تسلم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ خش يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله على السلامه. الله يبارك لك. مش تاني ليه؟ اهو جينا. ما شاء الله تبارك الله، عاملين يعني شويه شغل. شغل حلو. شفت انت الاعلان؟ شفته يا عم. شفته؟ ها لا الله ينور عليك بجد والله. والله بريك. ها الله يبارك لك. منزلينه انتوا كمان، انتوا اللي منزلينه في الشاشه. ادخل. اه يا باشا طبعا. ايوه عليك. بس ايه رايك والله حلو؟ لا حلو. الارض شكلها حلو يعني في الاعلان. هنطلع لفوق ولا وصل لل كده كده؟ ايه ده انت شغلته؟ معاك الاعلان يا برنس. طب انت شفت الفيديو الكبير؟ الفيديو اللي على الشاشه. فيديو دقيقتين ونص. شفته؟ لا ما شفتش. انت الفيديو الكبير؟ ها اه هو ده يا معلم. هو ده ما طلعتش انت فيه؟ لا ما طلعتش. بص ما طلع ما بيظهرتش فيه يعني. اديك شوت دلوقتي انا. السلام عليكم. الله ينور. الصراحه ادخل هنا. ماشي. ازيك يا باشا؟ بسم الله. المرة التانية على التوالي بنصور سي فيو. بيقولوا ان هم بنوا شوية حاجات زيادة وكده، فاحنا جايين نصورها عشان نعمل ابديت للفيديو او الاعلان بتاع سي فيو. ان شاء الله هيبقى ليه ابديت على التلفزيون على ما اعتقد يعني. كمان في شغل جرافيكس، شغل معماري معمول برضو في استوديوهات زاك ووركس، انا اللي عامله.
في شغل معماري كده الواجهات بتاعه سي فيو الفيلل، يعني هم فور تايبس، هم اللي اتعمل لهم شغل 3 دي علشان نبين الواجهات بشكل يعني قريب من الواقعيه شويه. لو فاكرين كان في فيديو كنت بتكلم فيه عن المشاكل اللي قابلتنا في تصوير سي فيو المره اللي فاتت. ان شاء الله اتمنى يعني ان النهارده كمان ما يكونش فيه مشاكل ولا فيه اي حوارات او نروح الشلحات او حاجه زي كده. ان شاء الله يبقى يوم حلو. تسمع كلامه في كل حاجه. دلوقتي احنا نازلين بقى نبتدي شغل. يلا يا جماعه، يلا جاهزين، يلا بينا، يلا بينا يا معلم. يا ولد واحده بقى عادله بقى. ايه يا باشا يا عم؟ تعالى يا عم نصور يا عم. يلا يا عم، يلا عم تعالى. عربي. اسمك ايه بقى؟ اسلام. اسلام؟ عايز تطلع في التلفزيون يا اسلام؟ عادي يا عم. لو ما طلعتش هتزعل؟ طب نط طيب عشان تطلع. نط يا عم. حبيبي. دلوقتي بقى انا رايح البحر علشان اخد كام شوط كده للبحر من قريب. الحقيقه هي المشكله مش في كده، المشكله اني انا اصلا ما اعرفش طريق البحر فين، لان دي لسه قريه لسه اصلا تحت الانشاء، فالطرق مش موهده. فبصوا الرمل اللي انا ماشي عليه عامل ازاي، عامل زي البودره. فعمال اغرس كل شويه. لما اوصل للبحر بقى ان شاء الله اكيد هنشوف مناظر حلوه اكيد، لان طبعا بحر مرسى مطروح من اجمل الشواطئ في مصر عموما، المياه بتاعتها الفيروزيه اللي هي لونها لبني الجميل قوي دي. فاتمنى ان انا ان شاء الله اعرف اوصل، لان المسافه شكلها بعيد قوي. يعني بصوا المسافه عامله ازاي، مسافه حوالي 300 متر تقريبا او اكتر. فيا عالم هوصل امتى، ان شاء الله خير. مسافة كبيرة قوي، بس انا شايف البحر. في امل، في امل ان الواحد يوصل. يا رب يا جدعان يا رب. المشكله بقى ان انا لما ارجع هبان ان انا فعلا كنت في مصيف، ان انا مش في شغل اصلا. وشي بقى هيسمر وجلدي هيقشر وحاجات كده. يلا بينا. بصوا مشيت قد ايه هناك. دي كل ده هي دي سي فيو، واللي هناك ده بحر سي فيو. بصوا لقيت ايه؟ لقيت عظم لجثه ميته، هو شكله ديناصور تقريبا او حاجه زي كده. بصوا كده عامل ازاي؟
وشكله سلعوة او ديناصور كانوا بينتقموا منه تقريبا. ولسه الاصوات الغريبة بتطلع برضو، يعني لسه في اصوات غريبة، ربنا يستر ما تطلعش عفاريت في الاخر. بس الجميل في الموضوع اني شفت البحر. واو، يستاهل المسافة بجد. بسم الله ما شاء الله، منظر رهيب. الله الله بجد، والله مصر حلوة يا جماعة. لازم تشوفوا المنظر ده، لازم. قرية سياحية بالكامل، واقف لوحدي على البحر، مفيش أي حد خالص معاك، كأنها جزيرة مهجورة مثلا أو فيلم أكشن. المنظر روعة بجد، الكاميرا مش قادرة تطلع المنظر زي ما هو قد ما الناس اللي هتيجي تتفرج أو الناس اللي هتيجي فعلا تتفرج لايف على المنظر الخرافي ده. المية يا جماعة بجد روعة، سبحان الله على الجمال. شافش اعلان سي فيو هو المفروض يتعرض في رمضان اللي فات في اخر 10 ايام على ام بي سي مصر، وكان لوجو زاك ووركس تحت صغنن كده على جنب. فاحنا المفروض دلوقتي بنصور اعلان، وانا بعمل اعلان تاني كمان 3 دي علشان الكامبين اللي جايه ان شاء الله، واللي هتنزل برضو على التلفزيون. ادعوا لنا بقى يا جماعه. انا حبيت النهارده ان انا اجيبكم معايا المكان وتشوفوا الكواليس وتشوفوا الميكنج احنا بنعمل ايه. بس يا ترى بقى لما الدنيا هنا تتباع والناس تشتري وكده، هل هتبقى بنفس المتعه اللي انا حاسسها دلوقتي؟ اكيد لا. يلا بينا بقى نرجع تاني سي فيو.